ثيري من طار حميد والكرة تعود لمعين. ما زالت لأمجد راضي لثيري من جديد. المحاولة تستمر. ثيري جول 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 جول. الله أعد لنا يا مخرج، أعد لنا يا مخرج، هدف لا يمل لا يمل لا يمل يا الله. صارت بينما هنا محاولة أمجد راضي وهذه ممكن. أحمد عبد الحسين خطيرة، هذه نجفية زرقاء خطيرة، هذه جول. ثيري جانبية من ظهير اليمين أحمد عبد الحسين الذي يمتلك في رصيده مباراة دولية واحدة. لاحظ لعب الكرة في رهاوة وهنا ارتقى عاليا تيري ليدرك عملية الهدف الأول في اللقاء. إذن تقدم أول لمصلحة نادي النجف، وهذا الهدف يعطي انطباع حقيقي بأن نادي النجف محاولة. سفيان يحاول، كرة ملعوبة عالية داخل منطقة الجزاء، جول. 60 شوف العرضية عن طريق محمد عبد الزهرة عالية والرأسية على يسار حارس المرمى محمد كاظم ليتقدم نادي النجف بهدف ثاني على حساب نادي القاسم. صانع الهدف الأول والثاني محمد عبد الزهرة. صانع الهدف الأول والثاني محمد عبد الزهرة. أن يسيطر على هذه الكرة. تنقل أمامية في انتظار رأسيات الفقار. تيري في هذه الكرة يهيئ تيري. هو بالخبرة بالخبرة بالخبروني تيري بعد رأسية ذو الفقار. لاحظ هذا البديل وضع الكرة برأسه ما بين تيري والمدافعين. تلاعب بالجميع، كيف للاعبين بخبرة كرار وعبد الرضا أن يرى على لاعبي المحور الدفاعي. أتت بثمارها، هدف للنجف، تعادل والآن في طريقنا إلى هدف ثاني. هو الكاميروني الموازين والنجفيين سجلوا أرضية عبد الزهرة ومن دون مراقبة الكرة وضعها بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. لاحظ 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 الكرة رغم الضغط وضعها في المرمى. لاعب هداف، لاعب رائع. المدلاء كرة عادت الوسط، هجوم الآن ممكن النجف إذا ما سجل ثاني. خطيرة 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 على المرمى والثاني ثاني 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 وعن طريق ثانية في هذه المباراة. في هذه المباراة الديوانية وجمهور الديوانية لم يتوقع هذه البداية لفريقه بعدما شعر بالارتياح في مباراة الزوراء. النجف يضرب بقوة في ملعب الديوانية ويسجل هدف ثاني ومعاناة كبيرة لفريق الديوانية. لاحظ هذا تيري بن إلى أرنست. تيري داخل منطقة الجزاء خطيرة للنجف، ممكن الآن النجف وهدف أول، هدف أول للنجف. أرنست تيري يسجل لفريق النجف بخطأ دفاعي. أرنست تيري يضعها في المرمى ليسجل أول أهداف اللقاء في مرمى الزوراء. لاحظ أرنست تيري وأيضا بمساعدة حسام كاظم وتدخل إلى الشباك لتعلن مكن أحد الفريقين الظفر بالنقاط الثلاث بفوز معنوي. الزوراء أو النجف. أحمد عبد الحسين محاولة خطيرة، الثالث ثالث ثالث الزوراء. لاحظ الإعادة، لاحظ التبادل، لاحظ المرور، لاحظ التمرير. الله على اللقطة، الله على الأسيست، الله على التمريرة الجميلة من أحمد عبد الحسين اللي يتابعها أرنست تيري ليسكنها في شباك الزوراء. تقدم الآن، أين سيضعها؟ أين سيضعها؟ هدف أول للنجف صاحب 27 سنة. لاحظ هنا الكرة وضعها في الأعلى، صعبة صعبة على حسن أحمد. دفع عن مرمى بشكل ممتاز ويمنع كل محاولات النجف الوصول إلى المرمى. كرة داخل منطقة الجزاء الرأسية وأمجد راضي. راضي مع نادي القاسم بينما هنا يمثل هذا الموسم نادي النجف لاعب المنتخب الأولمبي. تيري استخلص هذه الكرة وانطلاقة في هجمة مرتدة، تمريرة هذه جميلة. محمد جاسم على التنفيذ للرمية الجارية. محمد جاسم تالع ينقل كرة الأمام، ذو الفقار عايد يحاول التسديد على المرمى لكن مرت كرة ذو الفقار عايد. مناطق الدفاعية وبدأنا نشاهد بأن هناك حيازة واضحة لفريق نادي النجف الذي بدأ يتمركز ويمرر الكرة. علي رعد بالتغطية ممتاز، محمد مضر يلعبها خاطئ لمعين أحمد الأرنست. أرنست تيري، تيري داخل منطقة الجزاء يلعبها إلى معين تصويبه. محمد
آليا هذه الكرة مقطوعة تعود من جديد لمصلحة غزلان البادية. تمرير هذه خطيرة، كرة خطيرة خطيرة خطيرة. عادت الوسط لصالح الديوانية، سجاد طالب يعيدها بدورة سجاد إلى ثمانية، أنور مهدي مدافع يمين فريق الديوانية لكن خطأ للاعبي الديوانية. يدفع به السيد حسن أحمد أيضا من أجل الحفاظ على النتيجة في هذه اللحظات. تمرير الآن، تيري انطلاقة سريعة بينه وبين إبراهيم خلف، بعت عن زميل، محاولة مستمرة، عرضية داخل منطقة الجزاء، وحال المباراة، العودة للمباراة، وبكل تأكيد يعني المباراة ليست بالسهلة والعودة ليست بالسهلة، ولكنه قادر وحتى النجف قادر أن يضيف الثالث. هجوم أمجد رحيم في هذه الحالة، رأسية موجودة، وهنا الكرة تلعب من الدفاعات. عباس مديا مقطوعة هذه ممكن الآن، تيري مع أمجد راضي والتصويب، لا هنا التمرير، أمجد راضي عليه اللحاق. اليوم أيضا الشرطة سيواجه الكهرباء مباشرة بعد هذه المباراة، والختام مع درب البصرة الذي يجمع الميناء لأن المباراة هي تحصيل حاصل وإسقاط فرض للنجف وللزوراء، ومحاولة للنجف لكن رأسية علي قاسم اللي سبق وأن مثل. عادت لتالا يلعب كرة إلى أرنست، خطيرة ممكن أرنست وسفيان، تسديدة قوية من داخل. هذا الموسم وموسم للنسيان والانتظار للموسم القادم. هنا حيدر علي، هجوم الآن للنجف للغزلان، لكن يتفوق على فريق نفط البصرة، لكن إذا ما سجل فريق نفط البصرة هدف ثالث في مرمى النجف، النجف الكرة من جديد هناك لأحمد نعيم، أحمد محسن تغيير والكرة بالرأس، يأتي الإبعاد هنا من جديد معين تيري 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 وحاول تيري تمريرة من تيري النجف، أحمد عودة للوسط، أمير يلعب كرة للأمام، أقرب لأرنست، تيري يبين في التقدم لفريق نفط البصرة في مرمى النجف. هذا أرنست تيري يحاول يمر الكاميروني، يعيد الكرة لأحمد ناظم المحترم. صناعة والنجف في منتصف الملعب كما شاهدنا الشوط الأول بنفس الأداء، الفريقين أغلب الكرات محصورة في المنتصف. الخيار الأخير لحسن أحمد أمجد راضي، هجوم الآن أرنست يحاول يمر الكاميروني بينه وبين إسماعيل، يلعب كرة أمام منطقة الجزاء والتسديدة على المرمى ممكن الآن أرنست لكن الطول على أرنست. هذا الشعب الدولي، لكن حسن أحمد منذ استلام النجف يعني بدأ يحقق نتائج جيدة، تصور حقق 4 انتصارات وتعادل في مثلها، وهو يأمل هذا اليوم بخطف انتصار جديد من أمام نفط. يستغل تعثر الطلبة نفط الوسط ويحقق الفوز على سامراء ويصبح هو صاحب المركز. زاوية 90 وعندما تأتي في الزاوية 90 صعب جدا على أي حارس مرمى إبعاد الكرة. الآن النجف هو من يتقدم بالنتيجة من جديد بعد ما تقدم في الضائقة المالية اللي عانى منها النجف، وحتى أن اللاعبين أضربوا عن الحضور للتدريبات لمدة أسبوع. هنا محاولة ممكن الآن بحرة مباشرة من محمد عبد الزهرة تنقل في منطقة الجزاء في انتظار الرؤوس، لكن هنالك الدفاع النفطي يبعد تالا في هذه الكرة إلى تيري الكاميروني مع الكاميروني الآخر، محاولة في افتتاح الجولة 29 3 مباريات، وهذه محاولة الرابعة، محاولة داخل منطقة الجزاء أرنست تيري يغير اللعب لمحمد عبد غزلان البادية. كرة عادت للأمام، هجوم لصالح نادي الديوانية لكن عادت لتيري كاميروني صاحب الهدف الثاني، أول أهدافه مع النجف. في عملية الانطلاق مرتضى علي وكأنه يفكر في الحالة الدفاعية أكثر، وبالتالي هنا كرة في منتصف الملعب، تالا أكيد سيكون هناك خطأ، وهو تيري أرنست تيري، وخطأ في مكان حساس، خطأ أمام المرمى تنفذ الكرة للأمام تبعد عن طريق محمد عبد الزهرة. ممكن الآن يفاجئ النجف نفط الوسط بهدف آخر، هنا أقرب لأرنست تيري يحاول يمر من أمام دفاعات فريق نفط الوسط، مرور ناجح، أرنست يحاول أن يتقدم ويحصل زعيم الأندية العراقية نادي الزوراء، لذلك في المباريات الكبيرة يشاهد جمهور الزوراء موجود ومتابع. محمد بزر هذا التدخل بهذه اللحظات، تيري يحاول
تيري تيري يبحث عن رفيق ليوصل الملعب يا تيري. التأتي التمريرة من تيري لأحمد نعيم، ما زالت مستمرة من محمد مصر لعم حتى الآن بإعادة لنادي النجف. تيري يحاول، واحد من اللاعبين المميزين بصفوف تشكيلة المدرب حسن أحمد، لكن مستمرة الكرة العربية هذه المرة للنجف. خطرة جدا اللي كان فيها النقط وصيف مرة وثالث موسم اللي بعده أعتقد 14 ما هو وسام محمد، لكن وسام محمد يتمكن من إيقاف كرة أحمد سرتيب ويمنع محاولة الزوراء للوصول إلى هدف ثاني. هنا ركلة حرة بهذه المباراة، الكرة للأمام ما زالت هناك أمامية مستمرة، عادت بالرأس من جديد لنادي النجف. تيري عاد بهذه الكرة من تيري وبوسط الملعب يا تيري، أمامية هذه الكرة لفريق النجف إلى أرنست. تيري بمفردة أمام مدافعي فريق الزوراء يهيئها لأمير، عمل لصالح نادي الزوراء. أرنست قريب من الحسن حويبيب، مر أرنست الكاميروني حاول المرور لكن صعب جدا، بعدها الحارس أبو بكر وائد. هنا تيري الكاميروني اللي صوب تيري يمرر أمام لأحمد عبد الحسين اللي بدوره يعيدها لأحمد نعيم. أحمد نعيم للأمام إلى أرنست، لحد الآن لم يظهر الكاميروني. أرنست تيري يحاول يمر القادم من نادي الخالدية البحريني، هذا تالا كاميروني، تالا للأمام للكاميرون الآخر أرنست، يحاول يمر أرنست تيري، مر بشكل ممتاز أرنست، لا زال يحتفظ بالكرة بينه وبين أحمد بن عمار، وأرنست يحصل على خطأ وركلة حرة مباشرة لمصلحة جائز في عالم كرة القدم، نظرا يعني لامتلاك الكرة لنادي الكرف بشكل جيد، لكن النجف أكيد وهذا البديل المحاصر من ثلاثة لاعبين الكاميروني أرنست تيري يحاول المرور بمهارة لكن أيضا محاصر أكيد يعني الكثرة. هذا لمصطفى مؤيد، ضغط واضح الشوط الثاني، فريق القوة الجوية 20 دقيقة من بداية الشوط الثاني عن هدف ثالث بهذا اللقاء. الآن الفريقين يبحثون عن تعزيز نتيجة المباراة في حال اليمين علي ماجد بحث عن زميل إبراهيم خلف، هنا على الطرف الأيمن أقرب لأنور مهدي يعيد للوسط أنور، بعد ذلك محمد محسن يفقد هذه. النجف انتصر في الذهاب والنفط في الإياب، في هذا الموسم كيف سيكون الحال خصوصا أن النفط هو من انتصر في عادة للسنغالي. داودة كرة مقطوعة الآن في وسط الملعب، هجوم جيد لكن محتاج الى النهايات ولا التركيز في اللمسه الاخيره. هذه التمريره خطيره، هذه اوه 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 هذا اتجاه محمد عبد الزهره، عبد الزهره في منطقه الجزاء، هنا المتابعه تاتي تيري في هذه المحاوله، وحسن احمد محسن المحاوله عند تيري في هذه اللحظات، تيري الكره عند الكاميروني يسدد والكره الى خارج ارضيه الملعب لفريق نادي النجف، محاوله اقرب لارنست، أرنست تيري حاول اللف والدوران، أرنست يسدد على المرمى ومرت فكرته، نعم يدافع بشراسة بقوة، هذه الكرة عادت والتمريرة من جديد، تيري خطير تقطع الكرة تصل لتالا، تالا يبرر الكرة إلى معين تمريرة تيري، هجوم خطير لمصلحة فريق النجف لكن الحارس